عسلامة ومرحبا بكم في الحلقة الثانية من سلسلة استراتيجيات الحياة. اللي ما تفرجش في الحلقة الأولى ننصحه يرجع يتفرج فيها، وتو خلينا نبداو. اليوم باش نحكيو على القاعدة الثالثة والقاعدة الرابعة. نبداو بالقاعدة الثالثة، أنت سبب في جميع النتائج التي تحصل لك. القاعدة هذه مهمة برشا، على خاطر باش نحكيو على السبب والنتيجة. لازمك تعترف أنك أنت هو السبب في أي أثر إيجابي ولا سلبي صار لك في حياتك. القاعدة هذه حكيت عليها شوية في الشعر المرة اللي فاتت. فقط تذكر أنك لست سبباً في حادثة عشتها، بل أنت سبب في ردة فعل اخترتها. فإن استسلمت كنت ضحية لها، وإن نهضت واستفدت بالتقاهر لها. باهي، كيفاش تحكي هذه؟ إيجي ونشوفه مع بعضنا. هذا واحد اسمه سبوعي، عارفه يعامل فيه بطريقة خايبة. شجاع من السبوعي، مشى قدم استقالته ولا بطل الخطبة متاعه تأجلت فلس وتعارك مع عائلته. هذا الكل علاش زعما؟ ما هو على خاطر تهور ومختارش الطريقة الصحيح. صحيح هو مش سبب في الطريقة اللي سليمان يعامل فيه بها، اما هو سبب في النتائج اللي صارت له الكل. في عوض ما يقدم استقالته كان ينجم يمشي يحكي مع سليمان يتناقشوا المفيد يلقوا حل. على هذاك لازمك تخمم في النتائج اللي مش تخلفها اي خطوة تجيش تعملها في حياتك. نتعديو للقاعدة الرابعة، سلوكاتنا مبنية على وجهات نظرنا. باش يكون في علمكم، في الدنيا هذه ما فماش واقع 100%، فما كان منظورات مختلفة وجهات نظر مبدلة. وأسهل مثال باش يوضح لنا النقطة هذه هو هذا. ستة. شو معناها الكلام هذا الكل؟ يعني آراءنا، سلوكاتنا، قراراتنا، كلها مبنية على وجهات نظرنا للعالم هذا. يعني إذا حبينا نغيروا من تصرفاتنا، أول حاجة لازم نغيروها هي عقلياتنا والمعتقدات المزروعة في مخاخنا اللي مخربت لنا حياتنا. الموضوع هذا حكيت عليه بالتفصيل في الشعر المرة اللي فاتت، كنت تحب تطلع أكثر نخلي لك اليوم في الديسكريبسيون. حلقتنا اليوم وفيت كالعادة، ما تنسوش لايك وتسبسكرايب، وكان عندكم آراء خليوها في التعليقات. بسلامة.